أحداث مسلسل ما وراء الطبيعة، بيبدأ في القاهرة 1969، حضر الرئيس جمال عبد الناصر المناورة في المنطقة العسكرية في الجمهورية العربية المتحدة. تبدأ بقى في بيت أخت الدكتور رأفت وابنها بيلعب وعمال يقول خلاويص لسه خلاويص لسه. طبعا الأطفال بيلعبوا، هو مستخبي أهون، وفجأة كده هو بيستغمى بقى وبيدور على صحابه، عمالين يقولوا أمه، صحابه طبعا بقى وصلوله، لكن هو شاف حاجة غريبة جدا ورا السور أهون. شاف حد زي ما يكون نايم، رجلين بشرية كده على طول، كل ما يلعب يشوفها. قام مصوت بعزم صوته صوت رهيب وبقى يصرخ. طبعا محدش شايف الموضوع ده، وما بينزلوا محدش بيبان، يشوفوا الصورة برضو اهيا لو ظهر شوية، بس هو أجواء المسلسل ضلمة شوية علشان يعملوا سسبنس. بيجي هنا الدكتور رأفت بقى وهو في الجامعة، بيقول معرفش مين يستحق الشفقة أكثر، الفرد ده ولا تلاميذ البؤساء دول. تيجي الكاميرا على صورة التلاميذ بتوعه، ولا أنا اللي دكتور محترم زي حالاتي مش عارف يطلع من المتاهة دي. وبيقع بقى فنجان القهوة، ويقول القهوة مش بتتدلق لوحدها، وما يصحش نلوم الخير أو الرزق أو الحظ. هل ده هو القهوة بقى نزلت كده على الكتب؟ بيقول له ما تأخذنيش يا دكتور رفعت، أنا مش عارف إيه اللي حصل. بيقول له يبقى هيحصل، معلش مسحها فيا، دلق القهوة خير، دلق قهوجي، بيقول له دلق القهوة خير. بيقول له هو الخير لازم يعلن عن وجوده بدلق القهوة. طبعا هو ردوده سريعة جدا. بيجي هنا يقول لك حتى لو النحس، وعلى ذكر النحس يهمني يتهمني بعض الناس اني انسان نحس، يعني على سبيل المثال انا اكتر واحد بيكره الحبهان، والحبهناية الوحيدة اللي في الطبخة بتقع في بقي، في ناس كده على طول منحوسة لك اكيد علشان بوصل اي عزومة متأخر واخر واحد بياخد منابه، سبب وجيه. فبيبدأ بقى هنا كده بقى قاعد يكتب افكاره وكده. بيقول دكتور رفعت اسماعيل برضو بيحط قوانين، وأولهم إن الطبيعة ماشية بواحد زائد واحد يساوي اتنين. القوانين الوحيدة اللي أنا مؤمن بيها بدون إثبات علمي. وداخل الشقة بقى كده هيلاقي النجفة وقعت على الترابيزة على الأرض، بيقول منها مثلا توقع الأسوأ، لأن هو ده اللي هيحصل، وسبب إيماني بها هو حياتي. كان يقدر ميرفي يستخدمها لإثبات قوانينه، يعني بيقول على ميرفي إنه ممكن ياخد الحاجات اللي بتحصل له إثبات لقوانينه يعني. وعلى نفس المنوال مفيش حاجة اسمها عفاريت ولا أشباح، وحرام نسرق الحق المعنوي لشوية هوا. اللي حركت الستاير ونديه لوحش اسطوري. واكيد مش هنسرق حق عمود النور اللي في الشارع وورا الشجر. ونشكك في قوانين النور والظل ونقول ده مثلا خيال شبح. هو يقصد مثلا ان عمود النور هو اللي بيعمل خيالات مع ورق الشجر، او نسرق حق المفصلات الباب المصدية واجتهادها في التزيين، ونقول اللي بيقفل الباب ده عفريت. هي نظرية برضه بيقنع نفسه بيها علشان يعرف يعيش. بتيجي بقى زيارة ليه صاحبته ماجي اللي كانت معاه في اسكتلندا وهو بيدرس. طبعا شوفوا الاهواج باصص بطريقة رهيبة، هو بيقول يا للمفاجأة، كويس ان انا لبست البدلة الزرقاء النهاردة
وبقيت أنيق يعني علشان الصدف دي، فبتيجي تتمشى هو وهي كده. كنت متشوقة إلى القاهرة المشمسة. وانت بتقول له انت فقدت شعر كتير قوي من راسك، قال لها وانت ما خسرتيش صراحتك يا ماجي. بيقول لها ايه اللي جابك لهنا، فهي بقى بترد عليه. وبعدين بتقول له كنت ارصد كل مره موافقه الجامعه على السفر الى مصر. قررت ان اجي السنه دي. طبعا هي بتتكلم معاه باللغة الانجليزي. بتقول قررت ان هي تيجي السنة دي بعد الطلاق، فهو استغرب جدا وهيبص لها بقى كده ويقول لها حسيت بحاجتي لراحة زي دي. هي بتقول انا جيت بعد الطلاق حسيت ان انا محتاجة الراحة دي يعني والفسحة دي، احتجت الى الذهاب الى مكان بعيد يمكن عشان ابتدي بداية جديدة. هي جاية تدور في دفاترها القديمة بقى. قال لها طلاق؟ ما كنتش اعرف، انا اسف. ما كانش يعرف ان هي اتطلقت. وبعدين بتقول انت رايح فين؟ اما قال لها انا رايح معزومه عند اختي عشان اتناول الغداء. وبيكلم نفسه يقول اوعى تعزمها اوعى تعزمها، الرئيفه هتاكلها. فهي بتقول له ما تخجلنيش كعادتك، لو مش هينفع تاخدني لهناك فاقول كده وخلاص. فهو بيقول لها لا، هيكونوا مبسوطين جدا. هو طبعا بيكذب عليها بس هو مضطر انه يقول كده عشان يتحط في الموقف ده. تيجي الكاميرا على ابن اخته، واخته بتكلم خطيبته وبتقول ودلوقتي نحط الحبهان عشان الطعم بقى. رئيفة اخته في المطبخ وبتكلم خطيبته، واسمعي عايزاكي تبطلي خيبتك مع رأفت. هي دي اخته بقى وبتكلم خطيبته. خطيبته تبقى بنت خالته كمان، قريبته يعني. بتقول لها لحلحي شوية. أنا قالت لها أنا مش خايبة يا أبلة رئيفة. هو أبي رفعت مش مفهوم وأنا مش عارفة أعمل معاه إيه. قالت لها هترد عليها بقى بطريقة كده استغراب، بتقول لها أبي أنت بتقولي على خطيبك أبي؟ تبقي خايبة. فبتيجي تقول لها لا انا مش خايبه. وبعدين بتقول لها انا جايبه له هديه بصي. قالت لها كويس جبت له جرافته. فبعدين بتقول لها بدل الاتنين المقيحين اللي بيبدل فيهم. بيجي بقى اخوه بيخبط الباب وجوز رئيفه بيفتح له ويقول له السلام عليكم ورحمه الله، اتفضل يا رضا. تقول له خطوة عزيزة يا اخويا، يا الف مرحبا، ازيك يا طلعت. بتيجي بقى تبوس ايد اخوها وتقول له ازيك يا رضا، بس يا ولاد عاملين هيصة بقى وكده. فهو بينده ويقول له طه طه. بينادي على ابنه بقى اللي هو كان بيلعب استغماية في اول المسلسل واللي هو كان جاي يكلم مامته. بتقول لها ايه هو انا حطيت حبهان ولا لا؟ الحبهان بيدي ريحة حلوة قوي. فطه بقى بيقول لها ماما ماما انا عايز اقول لك حاجه مهمه. عاوز ايه يا طه؟ طبعا زي كل ام مصريه بتقول له عاوز ايه وتقوم ملفوته وما تدلوش وش تاني وما تسمعوش. بتيجي ماجي بقى بتدخل البيت عندهم وهو من الباب. ورفعت بيقول لها في الدور العلوي، وهي طبعا اللي داخله الاول وطالعه قبله. فهيبدأ بقى رفعت تشوف برضو، بتقول له في مشكله. بيقول لها لأ، لكن هو هيشوف نفس الرجلين اللي طه شافها عند الحيطة تحت اهي. بتيجي الكاميرا على الرجلين كده، حد نايم وطلع من ورا الباب. هما اخته بقى جايبة التورتة وبتقول سنة حلوة يا جميل، هو عيد ميلاد رفعت. فهما كلهم هيستغربوا قوي ولقوا ماجي داخل عليهم وهما ما يعرفوهاش اصلا، فكله الرياكشن بتاعه استغراب. دي خطيبته واخو وجوز اخته مستغربين جدا. وبعدين بيقول لها دي رئيفة اختي وده طلعت جوزها وده رضا اخويا الكبير طبعا.
كلها مدحت، يبقى اخو طلعت، ودي الهام مراته. طبعا بيعرفها على اللي موجودين على السفرة. احنا بالمناسبة كلنا اصدقاء من واحنا صغيرين، ودي هويدا قريبتنا وخطيبتي. فتيجي اخته بقى طبعا تقول له يا رفعت، دايما دماغه مش فيه بسبب مشغولياته، فبينسى يلبس الدبلة. بتنبط بقى علشان ايه؟ ان هو خطيب يعني وعنده دبلة وكده. هو بقى بيتلجلج كده وبيقول انا كنت فاكر اني لابسها، معلش. وبيقول رائفة سنت السكينة تمام وبتدبها فيا انا. فبتيجي خطيبته بقى كده بابتسامة جميلة وتقول اهلا وسهلا بيكي، يعني لو ضيف الدكتور رفعت اكيد تنورين. هي بتقول انا زميلته في الجامعة، بس بتقولها بالانجليزي يعني. فبتقول لها ايه، بتقول له مين دي يا رفعت؟ اخته بقى رئيفة بتسأله، بتقول له مين دي يا رفعت؟ هي بتتكلم انجليزي، مين دي؟ فبتقول لها، بترتني بالعربي، بتقول لها انا اسفة انا زميلته في الجامعة، بتقولها بقى بلغة عربي مكسر، بتقول لها انت بترتني بالعربي؟ فابتسمت، بيقول ده اللي كنت خايف منه. رئيفة بدأت تسن السكينة. فبتقول درسنا مع بعض انا ورفعت في اسكتلندا. مرات بقى اخوه بتقول ما يغركيش شكل رفعت دلوقتي، ده كان دون جوان. فاخته بتبصله كده وتقول له شكلك كنت مبسوط زمان في الكلية يا رفعت. فبتقول له انتوا عارفين حبه الاولاني كان مين؟ قعدوا بقى يضحكوا ويهزروا، فقاموا قايلين شيراز. فخطيبته قامت بصت كده وقالت له مين شيراز دي؟ فهو بيتوه بقى، قام قايل لهم ورق العنب تحفة يا رئيفة، انتوا عارفين اول واحد يلف الورق ده تاريخيا يعني. قام اخو ضاحك وبيقول له ما تحاولش يا رفعت، اشرب اشرب، قفلوا على السيرة دي يا جماعة. يعني هو بيقول له، بيتوهوا على الموضوع. اخوه بقى بيقول له مش الاصول يا رفعت، تخطف رجلك لحد البلد يعني علشان تزور مامتك وكده، تطمن على امك في البلد، ده انت بقالك شهرين ما عتبتش البلد. هو بيقول له ان شاء الله اكيد اكيد هاجي. وبعدين بيبص بقى لقى الحبه هنا طلعت في بقه، بيقول قانون ميرفي رقم 4، اكتر حاجه بتحاول تتجنبها هتسيب كل الناس وتحصل لك انت. ما طلعت له الحبه هنا برضو يعني ملحقش. بتقول له بيفك بقى الجرافطه كده ومخنوق، بيقول لك عنك يا ابي هات اعينها لك بدل ما تتوسخ، قصدي يا رفعت. اخته بصت لها كده ان هي بتقول ابي تاني، يعني بتقول له يا ابي. بتقول له بيقول الكرافطه دي اختراع عجيب، يعني انا متفهم ان القميص والجاكيت لهم ادوار، لكن دي ايه؟ حبل مشنقه بنلبسه بارادتنا. في نفس الوقت بتكون خطيبته جايبه له الهديه الجرافطه زي ما انا قلت لكم، فبتزعل قوي وبيجي يكمر عليها وهي حزينه ازاي، وهتاخد بقى الهديه وتعينها جوه الشنطه تاني، وهتحاول ان هي تفكر في هديه تانية علشان هو ما بيحبش الجرافطات، فعانتها بقى اتكسفت. وبعدين هتقوم بقى من على الكرسي كده وتمسك طبق علشان تملاه له اكل، وتقعد بقى تحط له فراخ ورز وحاجات، ويقول لها الحاجات جنبي، هي برضو بتحط له. وبعدين من كسوفها هتقع منها الطبق فكله هيتخض، وبعدين هتقول معلش انا اسفة، فهتكون مرتبكة جدا يعني. فبيقولوا لها بقى ايه، اللي هو اخو جوز اخته، يقول نورتينا والله يا استاذة مهي، تعرفي رفعت ده اسراره كلها عندي. برضو طبعا كل واحد بقى بيميز كده. فهو قال لهم هقوم اشرب سيجارة، وراح لابن اخته ملقاش معاه سجاير، قال له خد النص ريال ده وروح اشتري لي دخين. قال له انا مش عايز انزل على السلم لوحدي. طبعا الولد من بعد ما شاف المنظر ده مش عاوز ينزل على السلم لوحده خالص. قال له طيب هدي لك الباقي تجيب بيه ملبس، بيغري الولد يعني. فالولد خد منه الفلوس وراح ينزل، فقام النور مطفي وقايلين غاره غاره كله على البدروم. فطبعا عمالين يقولوا بسرعه بسرعه ويجروا على السلم بسرعه بسرعة عشان ينزلوا بقى في البدروم تحت.
فبتقول على مهلك يا إلهام. وأخوه بيقول أنا ضيف لله وضيف الله لا يضام، أنا ضيف لله وضيف الله لا يضام، عمال يدعي. بتقولي الولاد فين؟ عمالين يقولوا استرها يا رب استرها يا رب. بتيجي بقى الكاميرا على المنصورة 1940، فبيلعبوا برضو استغمية. رفعت بقى لما كان صغير، يعني هو هيدخل الأحداث ما بين 1940 والقاهرة لما بدأت، يعني رفعت وهو صغير ورفعت وهو كبير، فالأحداث هو عمال يلعب بقى استغمية. وإخواته بقى طبعا أهون، إخواته وصحابهم وكده ظهروا له، فبيقولوا خسرت يا رفعت، فبيبص لهم كده بيقول أنا فضلت واقفالك علشان تمسكني. قال لها يا رئيفة، رفعت عمره ما مسك حد. دي طبعا رئيفة، واللي هو بقى جوزها، واللي هو اخو جوزها ومراته، يعني هما كان بيقولك احنا صحبة من واحنا صغيرين. فرفعت بقى قالت له طب تعالى نلعب، العب معانا، وهو اللي يستغمى. فقالوا ايه ده؟ رفعت عند بيت الخضراوي، راح يستخبى، قعد يجري يجري، راح عند قصر كبير كده، ما لقاش الا بيت الخضراوي يجي عنده. البنات والولاد كلهم واقفين وهو الوحيد اللي راح. لو رضا عرف يا رئيفة مش هيحصل طيب، عشان هو اخوه رضا قال لهم ما تروحوش عند البيت ده خالص. فبيقول انتوا مين وسكنتوا هنا امتى؟ فالبنوته بتضحك له كده بقى وبتقول له انا شيراز، تحبوا تلعبوا معايا؟ فتحت لهم الباب بقى بابتسامه عريضه كده، فالولاد هيبداوا يدخلوا. بتيجي الكاميرا على الغارة وبيقول أصبحنا ضيفا لله وضيف الله لا يضام، أخوه طبعا. فنزلوا الأب بقى من تحت، على مهلك على مهلك. فقلت له كلكم هنا يا أولاد؟ قالوا لها يا ماما طه مش هنا. فطبعا استغربت كده وقالت طه مش هنا؟ يا طه يا طه مش هنا ازاي يا طه؟ قعدت تدور عليه. ولد يا طه ولد يا طه. رفعت بقى بيقول ان هو بعته يجيب دخان، ومكسوف طبعا كده، بيقول له هروح ادور عليه. قال له فالح يا اخويا، تروح فين؟ هتنيل الدنيا اكتر، ما هي متنيله على دماغنا، انا اللي هروح. فاخوه طبعا بقى هروح اشوفه في ريحة الدكان. هات الكلوب ده، خد الكلوب وبيقول بقى ماشي، يقول لا حول ولا قوة الا بالله. بتيجي الكاميرا على شيراز وهي بتفتح لهم باب القصر بقى وتقول لهم اتفضلوا، فهم بيدخلوا. فبتبدأ بقى تفرجهم على القصر وكده، بتقول لهم تعالوا اشربوا تعالوا، هنا في اللي هي زي نافورة او حاجة بتنزل مية كده، تقول لهم تعالوا اشربوا منها هي دي. فيبدأوا بقى يتلفتوا كده وبيبصوا على القصر ويشوفوا ايه اللي فيه. وده رفعت اهون بيشرب من المية، تقول لهم مش ما تعملوش دوشة، ماما مش بتحب الدوشة. وبتجيب صورة مامتها وهي قاعدة على الكرسي كده بتخيط حاجة، بتقول لهم هش على جده، يعني جدها قاعد كمان. وبعدين بتبدأ بقى تدخل الأوضة اللي هي هتقعدهم فيها هي دي، بتقول لهم بقى استنوني هنا. فهيدخلوا يقعدوا، بيقول لها يا إلهام احنا شفنا ان هو بيت عادي ولا انتم غيرانين علشان البيت دي حلوة؟ قالت له غيرانين، دي حتة وحشة وشبه لوح التلج، حتة وحشة وشبه لوح التلج. فدخلت بقى بالصينية كده بتقول لهم اتفضلوا معايا عصير وجيلي. قالت لها رئيفة بقى ايه الالوان دي؟ قالت لها ايوة اصل احنا بنعملهم بالفاكهة بتاعتنا. الكاميرا بتتنقل بقى عليهم وهم قاعدين في البدروم، بتقول لها اسمعي مني يا هويدا، ما تسمعيش كلام رئيفة، الطريق لقلب الراجل مش معدته، الطريق لقلب الراجل قفاه، كل ما تديله على قفاه اكتر يقع في غرامك. يا ساتر. قالت لها يا لهوي يا ابلة الهام، يعني صح برضو ادي الابيرة رفعت على قفاه؟ بتقول لها وطي حسك احسن، دي قرشانة وبتفهم عربي. بيجي بقى صورة السلم وهم بيدوروا على رفعت،
والكاميرا بتتنقل على رفعت وهو صغير، وهما بيلعبوا استغماية بقى، وشيراز مستخبية، وبعدين بيلاقي شيراز: هو انتي بتستخبي في حتة سهلة علشان اعرف امسكك؟ هي هترد عليه بقى وتقوله: طب زي ما انا بخليك تمسكني علشان ما يتمسخروش عليك، انت بقى هتعملي ايه؟ فهو هيقول لها: اللي انتي تطلبيه اطلبي انتي بس يعني. فهي قالت له: اطلب، عايزة توت من فوق الشجرة. فبيقول لها: توت؟ هو ده توت؟ قالت له: اه احنا بنسميه توت. فهيطلع بقى فوق الشجرة هو، وجاب لها بقى التوت، بيدهولها تاخده منه، وبعدين بيبص لها كده، وبعدين بيقول لها: ايه شيراز، انا بحبك. فهي هتقول له: انت بتضحكني قوي، انا دلوقتي هروح اقول لهم. يقول لها: شيراز شيراز استني استني. بتقول لهم: الحقوا الحقوا، رفعت بيقول انه بيحبني. طبعا مشوا بقى، وبعدين بيقول لها رئيفة: كلامها كله صح، احنا مش هنروح المكان ده تاني كلنا ومحدش يتكلم. بتقول له: انتم اللي اغبياء، البنت دي مش طبيعية، ولو حد سألني هقول الحقيقة. انتم بس علشان، بيقول لها بقى الولاد، بيقول لهم: انتم بس علشان بنات اللي قلبكم رهيف، لو رضا سأل هنقول زي كل مرة ان احنا بنلعب عند الترعة. الكاميرا بقى بتتنقل وهما بيدوروا على طه، وبيقول: انا هدور عليه. وتقول: انت يا رفعة تدور عليه في شقتي، وهي بتدور عليه في شقة الهام. شايفين طه بقى فوق السطح، هو ماسك مقص كده للديك، هو مغيب اصلا يعني مش في وعيه. فرفعت قال السطح وافتكر وبيجري هو. وبعدين الكاميرا بتتنقل على شيراز، وبيقول لها: ما تعيطيش انا معاك اهو. بتقول له: كل الناس مش بتحبني وبتسيبني. قال لها: انا مش هسيبك وهفضل جنبك على طول. طب قالت له: طب لو مستعد تفضل معايا على طول تعمل اللي انا هقولك عليه. قال لها: هنلعب. قالت له: هنلعب لعبة هتخليك معايا على طول. قال لها: استغماية؟ قالت له: اه حاجة زي كده. فاستخبى هو بقى، هي بيعمل يقول لها خلاويص، وهي استخبت. اول ما قال خلاويص القصر اسود، وبان بقى على شكله الطبيعي ان هو في حريقة وكده، وعمال يدور عليها. شكل القصر اختلف خالص، الناس اللي كانت فيه شوفوا الراجل ده وشه محروق وماشي كده بيقدم، ودي ست غرقانة في دمها وبتولد، فكل أوضة فيها حاجة. وبعدين بيقولوا: رضا رفعت راح لبيت الخضراوي لوحده ولسه مرجعش، أنا خايفة عليه. طبعا الرئيفة اللي راحت تقول لرضا، قال لها: ايه اللي وداه هناك؟ اصل احنا رحنا. الصاحبة بقى قايل: مش وقته، يلا بس عايزين نطمن عليه. فهنا شيراز واقفة، قالت له: برافو لقيتني. قال لها، قالت له: اطلع على السور يا رفعت ونطلي. قال: انا برضو. وبيقول لها: انا بشوف ناس غريبة تحت. قالت له: انا برضو بشوفهم، دول ناس في خيالنا احنا بس وفي دماغنا. فاخوه طبعا بيجري هو، وعمال يخبط: رفعت رفعت رفعت. شايفين شكل القصر اصلا خلاف شكل القصر اللي احنا شفناه في الاول، كان منور كده وفي جنينة، دلوقتي محروق كله. فعمال بقى يجري عليه ويقول: رفعت رفعت رفعت. اخوه طبعا خايف عليه، فعمال يقول له: انزل يا رفعت انزل يا رفعت. يقولوا: لو نطيت وبقيت معايا هنا مش هتشوفهم وهنبقى مع بعض. طبعا شيراز عمالة تغريه علشان ينط ويموت ويبقى معايا، مش انت عايز نبقى مع بعض؟ فهما تحت عاملين: انزل يا رفعت انزل يا رفعت. طبعا اخواته كلهم ومعاهم رضا. الكاميرا بقى بتتنقل على طه وهو واقف على سور البيت العالي جدا، وطبعا مش حاسس. رفعت طلع هو وشافه بالمنظر ده فخاف جدا، وبعدين نط عليه وقام واخده وسحبه لجوه كده، هو موطي عليه هو ونازل. في نفس الوقت ماجي كانت طالعه تجري وراه، فواقفين اهو بيطبطبوا عليه بقى كده. وبعدين بيتلفتوا كده لقوا في اوضه كده مكتوب عليها بالدم كلمه الموت. بيجي الكاميرا تتنقل هنا على شيراز، هي واقفة بتقوله: أنا همسك بإيدك. في اللحظة دي كده هو بيقع، فبيقع على أخوه أهو رضا، فبيقع عليه. فرضا بيقع على ظهره وبياخد رفعت على صدره كده، وبيجعر وبيزعق قوي ويقول: آه آه آه. ده كده بقى الحوض بتاعه اتكسر، وطبعا انتوا شايفينه في أول الحفلة المسلسل بيعرج. قوم فز تعالى، قال له: تعالى هنا.
وقام شايفينه ماشي يعرج اهون على عكاز، بيقول إيه انتوا عارفين ايه اللي حصل للناس اللي كانوا بيروحوا البيت ده، اللي انتحر واللي قتلت ابنها واللي اتحرقوا إيه، كان في كام واحد في دار. بيقول قام رفعت بيقول له البيت ده مش زي ما انتوا فاكرين، انتوا قاعدين، قال له انتوا قاعدين في البندر، قال له تحلفوا على المصحف ده، قالوا له قولوا ورايا والله ما هنقرب ناحية بيت الخضراوي تاني. قاموا ردين وقايلين والله ما هنقرب ناحية بيت الخضراوي تاني. فبيدخل بقى رضا هو في البدروم بالكلوب وبيقول لهم يلا تعالوا الغارة خلصت. فهنا رئيفة بقى عمالة تزعق لابنها وتقول له اتزرع هنا، لو شفتك بره يا طقمك مش هيعدي، اصبر عليا لما الناس تمشي. لها عجبك اللي حصل ده؟ اهي جت على السيرة. قال له احكي لي بقى ايه اللي حصل، نفس اللي حصل زمان يا رفعت. وبيضحك. هي مين دي اللي جت على السيرة؟ رئيفة. ما حصلش حاجة. رئيفة بقى بتقول لهم خلاص غيروا السيرة دي، تلاقوا الواد خايف وبيخرف. بيجي بقى الكاميرا على رفعت وهو بيوصل خطيبته، يقول لها معلش معرفتش اقعد معاك، انت شايفة بقى الدربكة، اديكي شفت الدربكة. قالت له انا مش زعلانة، ممكن بس اقول لك على حاجة قبل ما اطلع؟ قال لها اتفضلي. قالت له انا حبيت قوي الهدية اللي انت جبتها لي الاسبوع اللي فات. فهو رد وقال يمكن رئيفة اللي جابتها، حبيت اردها لك، جبت لك رفطه، بس انا عارفه ان انت مش هديها لك وهجيب لك حاجه تانية ان انت ما بتحبهاش. قال لها لا بالعكس دي كانت مزحه. فبتقول له طب اتفضل. فالخضره بيقول دلوقتي بقى في سره كده، بيقول دلوقتي كل مره اشوفها لازم البس الجرافطه الخضره. وبعدين قال له تصبح على خير. قالت له انت من اهله. وبعدين بقى بيودع ماجي وبيقول لها مش هبطل احبك يا ماجي لغايه لما النجوم تتحرق والدنيا تضيع. وبينزل بقى تتر المسلسل ونهاية فضلا الحلقة وليس أمرا، ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة.